فربي قادر على أن يسلط على أهل الظلم الموت والهلاك بأية صورة شاءها ربنا سبحانه وتعالى. قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أما الفيء فهو الظل الذي يتأتى بعد الزوال للأشياء. فأنتم تعرفون أنه إذا كانت هناك على سبيل المثال شجرة هكذا واقفة، ظلها في الصباح طوله 20 مترا، كلما ارتفعت الشمس يقل وينحرف إلى أن تتوسط الشمس السماء وتنحرف في الناحية الأخرى، هذا يسمى وقت الزوال، يتجه الظل إلى الاتجاه الآخر ويكون قليلا ويزداد، فهذا حينئذ يسمى الفيء. الفيء هو الظل بعد الزوال، يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، أي أن كل الأشياء ظلها يسجد لله. إن أبت هي أن تسجد ككفرة بني آدم فإن ظلهم يسجد، أما الأشجار والأحجار ونحو ذلك فكلها وظلالها تسجد لله. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، أي وظلالهم أيضا تسجد لله، وظلالهم بالغدو والآصال. فإن أبيت أنت يا ابن آدم أن تسجد فظلك يسجد لله، وسائر المخلوقات باستثناء كفرة الجن والإنس تسجد لله سبحانه وتعالى وظلالها تسجد أيضا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، كل الأشياء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. قيل داخر خاضع لله وذليل لله وممتثل لأمر الله سبحانه، سجدا لله وهم داخرون فيه دليل على أن الجمادات تسجد وسائر المخلوقات تسجد، ودل على ذلك على أنها تسجد. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والملائكة هم لا يستكبرون. وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالجمادات حتى الجمادات لها إدراكات يعلمها ربنا. قال تعالى ذكره في شأن أقوام: فما بكت عليهم السماء والأرض. فالمفهوم المخالف أن السماء تبكي وأن الأرض تبكي على أقوام. وقال تعالى: وهذا دليل على أن الجمادات لها إرادات، لها إرادات. قال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالأرض رفضت أن تحمل الأمانة، قيل لها تكلفي، فإذا امتثلت أثبت وإذا عصيت تعاقبي، رفضت هذا العرض، قالت: يا رب لا أقبل هذا، لا أقبل أنني إذا عصيت عوقبت وإذا أطعت أثبت، لا أتحمل هذه الأمانة. والسماء كذلك والجبال كذلك، فلها إدراكات يعلمها ربنا سبحانه وتعالى. لقد قال تعالى: ويسبح الرعد بحمده. وقال تعالى أيضا: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه.